مستوى المنافسين، ما راح أقول منافسين، هم ليس منافسين، زملاء أنا أسميهم، ما شاء الله عليهم مستوى ثقافي علمي أخلاقي جدا عالي. أنا فخورة أني تعرفت على هذه النخبة من الشباب العربي. الاختراع هو عبارة عن آلية لكشف حالة العظم إن كانت كسر أو رضى أو العظم سليم عن طريق استخدام الترددات الضوئية، يساعد المرضى إن هم يعرفون إذا كان في كسر أو ما في كسر قبل لا يروح المستشفى. ما أخيب ظنكم، دعواتكم يا شباب. لجنة التحكيم في الكاستينج كانوا fair enough to choose الاختراعات، وأنا متأكدة إن شاء الله راح يكونون كذلك fair في المجلس العلمي. الميدان الطبي يبدأ بقوة هذا الموسم، والأكيد في حالة تأهل ووصول سيدة إلى مختبر نجوم العلوم. الرسالة الإلكترونية إذن وصلت من لجنة التحكيم، وفيها قرار اللجنة إذن من الدفعة الأولى ثلاث سيدات: رزان حظ أوفر، ساجدة حظ أوفر، سارة مبروك التأهل. كنت أكيد كنت بطمح إنه أفوت بمختبرات نجوم.